نتابع. فين افلوجيتي بيبي بروز اف كيس تو سيتي ايرني باسي الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هذا امتى النهارده المزمور جميل جدا، شاكرين لك الى الدهر من جيل الى جيل، لاننا نحن شعبك وغنم رعيتك، احنا الخاصه بتاعتك، احنا ماشيين وراك يا رب، انت الراعي الصالح واحنا اولادك، احنا يا رب ماشيين وراك، انت مصدر الحياه، فرحانين يا رب ان احنا وراك، فرحانين ان احنا بننتمي ليك، في ضيق، في موت، في تعب، في حزن، في اي حاجة، ايه من يفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة ولا ضيق ولا حزن ولا خوف ولا قلق ولا حاجة ابدا. من يفصلني عن محبة المسيح الهي؟ لنا الفخر اننا نسير خلف هذا الراعي الصالح، واحنا شاكرين واحنا مفتخرين واحنا فرحانين من جيل الى جيل، نحن شعبك وغنم رعيتك. الله قادر أن يعطي تعزية لكل كل الأحباء وللكنيسة كلها، كل أهالي شهدائنا الذين انتقلوا وذهبوا إلى السماء، ويعطينا حياة الصبر الكامل في هذا العالم والاحتمال في هذا العالم، ويعطي لنا حياة الشكر أيضا وحياة الفخر والامتنان أننا من شعبه وغنم رعيته. هم استشهدوا عند الله وهم في مكان احسن من اللي احنا فيه، لكن هو الفراق اللي صعب صعب صعب، لان دول كنت تتمنى انك تقعد معاهم الله يرحمهم قبل ما يتوفوا، كنت تشوف قبل الاستشهاد تلاقي في مرجل ايد واحده مترابطين بتوع واجب، ما فيش اي واجب سواء فرحه او كره يسيبهم ابدا، ويعديهم ويقوموا ويقفوا مع اي انسان، وكانوا ناس محترمين الله يرحمهم. مش بقول كده عشان هم اولاد عمي، دي الحقيقه، واسال الناس كلها عليهم. احنا على قد حزننا لفراقهم، على قد ان احنا فرحانين للشهاده بتاعتهم، وان دول عند الله احسن من هنا بكتير.